السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وأفكار حديثة. الموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة، أنا طلعت عند الحمام لقيت كارثة كارثة. كلنا بنغلط، يمكن كلنا بنغلط الغلطة دي. الغلطة ايه؟ شوف حضرتك، انا طلعت لقيت المنظر ده، حمامة الميتة دي انا السبب فيها، ربنا يسامحني بس انا ما خدتش بالي والله. شوفوا ازاي حمامة متعلقة في الشكارة، شوف ازاي لف على رقبتها وجناحها، هي شبكت فيها ما عرفتش تخلص نفسها اهو. شوفوا ازاي الملفوف على رقبتها، ازاي الخيط بتاع الشكارة المنسلة دي. الشكارة دي انا بحط فيها الرمل او التحديق اللي انا بشتريه، تحديق لوصفة التحديق اللي انا بجيبها. اشوف عملت ايه المنظر، يعني ربنا يسامحنا بقى. انا بقول لحضرتك علشان ما تغلطش الغلطة دي. ازاي هنقص، هجيب مقص اقص اللي في الشكارة ده عشان اخلصها. تمام، قص اللي في الشكارة دي ونرجع. شو انا قصيتها، قصيت الشكارة، لكن طبعا انا هشيل الشكارة كلها، مش عدتش اسيبها تاني. محدش بيتعلم ببلاش يا جماعة. اهو دي حمامة كانت بتستعد للتزاوج، يعني شابة لسه ما انتجتش عندي من الزغاليل اللي انا كنت سايبها علشان تكون قطيع جديد اهو. ربنا يعوض علينا وعليكم. لكن وانا بقول لكم الموضوع ده علشان كل واحد يخلي باله، ما تخليش الفتل اللي بتبقى طالعة من الشكاير دي عندك في اي، ولا حتى مش الشكارة بس، ما تخليش الفتل اهو. شوف الفتلة، هي الفتلة اللي ملفوف عليها، حاولت تخلص نفسها، خنقت نفسها اكتر. انا هشيل الشكارة كلها، ارميها، ما انتش هسيب الشكارة خالص في المكان اهو. شيلها كلها، اخرجها برا من عند الحمام اهو، شيلها كلها، اتصرف فيها، اخرجها برا المكان خالص. ولما عوز التحديق ابقى اجيب التحديق تاني منها. تمام، طيب. الموضوع الخيط بتاع الشكاير ده كان عمل قبل كده نفس المشكلة، بس الحمد لله كانت لفت على رجل حمامة. الحمامة اللي انا عملت لكم قبل كده عنها، الحمامة اللي برجل واحدة، يعني مش اول مرة، ويمكن الموضوع ده بيحصل عند غواة الحمام كتير اهو. الحمامة ده حضرتك اهي اللي هي برجل واحدة دي اهو، مفيش رجل تاني خالص، بسبب برضو الخيط بتاع الشكاير اللي زي كده. بس يمكن التاني كان الخيط اللي بيبقى متخيط بيه الشكارة، لكن ده الشكارة نفسها هي اللي منسلة فعملت المشكلة دي اهو. كان كلكم كنتوا شفتم الفيديو بتاع الحمامة اللي برجل واحدة، حطوا لكم في صندوق الوصف تحت، حطوا لكم الرابط بتاعه اللي عايز يشوفه يعني اهو. دي برضو اصابة كانت بسبب
الخيط بتاع الشكاير، فارجوكم خلوا بالكم من موضوع الخيط بتاع الشكاير ده في المكان. وانت بتنظف تسيبها. نمر بقى كده مرة على الزغاليل بعد الاخبار الحزينة دي. نبص يعني معلش، هو النهاردة موضوع الفيديو يعني مش لطيف، لكن حبيت احذركم منه لاننا كلنا بنغلط نفس الغلطة دي. نشوف كده الزغاليل حاجة تفرح شوية بعد الحزن ده. وما شاء الله ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك. تحتها ثلاث بيضات، انا دايما بعمل كده لما بيكون في بيضة فرداني بحطهم يبقوا ثلاثة، يعني ان شاء الله بيبقوا كويسين بيطلعوا. ولو هي ما قدرتش بنساعدها، ما قدرتش تأكلهم الاهل يعني بتاعتهم اهاليهم، بنحاول نساعدهم. ما شاء الله اهو زي ما قلت لحضراتكم موضوع الثلاث بيضات اهو، ان شاء الله يبقوا ثلاث زغاليل. ودي الحمامة اللي برجل واحدة اهي نايمة على بيض اهو، تحتها بطين اهو الرجل الواحدة. حضراتكم شفت الرجل عاملة ازاي؟ ده نتيجة الخيط اللي كانت ملفوف على رجلها، وما خدتش بالي لما شفته حبيت افك الخيط من عليها، لكن كان فات الاوان. وربنا يعوض. الخيط اللي بيبقى متخيط بيه الشكارة، لكن ده الشكارة نفسها هي اللي منسلة فعملت المشكلة دي اهو. كان كلكم كنتوا شفتم الفيديو بتاع الحمامة اللي برجل واحدة، حطوا لكم في صندوق الوصف تحت، حط لكم الرابط بتاعه اللي عايز يشوفه يعني اهو. دي برضو اصابة كانت بسبب الخيط بتاع الشكاير، فارجوكم خلوا بالكم من موضوع الخيط بتاع الشكاير ده في المكان. وانت بتنظف تسيبها. نمر بقى كده مرة على الزغاليل بعد الاخبار الحزينة دي. نبص يعني معلش، هو النهاردة موضوع الفيديو يعني مش لطيف، لكن حبيت احذركم منه لاننا كلنا بنغلط نفس الغلطة دي. نشوف كده الزغاليل حاجة تفرح شوية بعد الحزن ده. وما شاء الله ان شاء الله ربنا يزيد ويبارك. تحتها ثلاث بيضات، انا دايما بعمل كده لما بيكون في بيضة فرداني بحطهم يبقوا ثلاثة، يعني ان شاء الله بيبقوا كويسين بيطلعوا. ولو هي ما قدرتش بنساعدها، ما قدرتش تأكلهم الاهل يعني بتاعتهم اهاليهم، بنحاول نساعدهم. ما شاء الله اهو زي ما قلت لحضراتكم موضوع الثلاث بيضات اهو، ان شاء الله يبقوا ثلاث زغاليل. ودي الحمامة اللي برجل واحدة اهي نايمة على بيض اهو، تحتها بطين اهو. الرجل الواحدة. حضراتكم شفت الرجل عاملة ازاي؟ ده
نتيجة الخيط اللي كانت ملفوف على رجلها وما خدتش بالي لما شفته حبيت افك الخيط من عليها لكن كان فات الاوان. وربنا يعوض. نشوف كمان زغاليل اهو ما شاء الله. وهذا كمان زغاليل حمامة بيضة بيضة واحدة وهذا زغاليل. في نهاية الفيديو بحذركم تاني المرة التانية من الخيط بتاع الشكارة. نفكركم بالموضوع بتاع الفيديو الاساسي اللي هو موضوع الشكاير، الخيوط اللي بتبقى خارجة، الشكاير المنسلة زي ما بيقولوا اللي احنا شفناها في اول الفيديو. كده نكون انتهينا من موضوع النهاردة. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا، وما تنساش تختار الكل علشان تشوف كل الفيديوهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.